لأن خط أهل البيت هو خط الرسالة، وليس لأهل البيت خط مستقل عن خط الإسلام. لا تفصلوا بين الإسلام وبين أهل البيت، ولذلك لا تستغرقوا في خط الولاية لأهل البيت لتكونوا طائفيين. هناك فرق، الطائفية هي حالة عشائرية تختزن الحقد، والولاية هي حالة رسالية تختزن الالتزام بخط أهل البيت عليهم السلام. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.